مرحبا بكم السي الكل، باش نتحدثوا على جديد ملف ترجي الجيس ونجم المتلاوي واحداث الجوله الاخيره من مرحله البلاي اوت. كيف شنو قال المدرب جلال القادري 24 ساعه قبل المواجهه ضد غينيا الاستوائيه ضمن الجوله الافتتاحيه من تصفيات الكان. لكن البدايه بالدفعه الاولى من مقابلات الدور 16 من كاس تونس امام حمام سوسه والرجيش، المقابله وفات بالتعادل السلبي. حاليا في الوقت إضافي ترجي الجيس ربح مستقبل سليمان في سليمان 2-1 وترشح بالتالي. اتحاد طاوين ربح مكارم المهدية 3-1 وضمن الكاليفيكاسيون تاعو إلى المساكن. انتصر عن ديبلاسمون على ماجل بالعباس 2-1 وضمن الترشح تاعو. مقابلة تاكلسا ونجم الفحص 2-2 في الدقيقة 91، يعني في الوقت البديل. دونك 2-2 مقابلة ممكن ياسر تمشي للوقت وقت الإضافي. دونك نعاود النتائج بسرعة. حمام سوسة والرجيش في الوقت الإضافي، ترشح ترجي الجيس على مستقبل سليمان 2-1، ترشح اتحاد طاوين على مكارم المهدية 3-1، انتصار إلى المساكن على ماجد العباس 2-1 وتعادل بين تاكلسا ونجم الفحص. يواجه المنتخب الوطني غدوة انطلاقا من 8 في استاد العنقربي في رادس منتخب غينيا الاستوائية ضمن الجولة الافتتاحية من تصفية الكان. اليوم كان الموعد مع المؤتمر الصحفي اللي كان حاضر فيه معز بوتار وتحدث مع الناخب الوطني جلال القادري على استعدادات اللاعبين للمرحلة المهمة هذه اللي فيها تصفية الكان وفيها خاصة التحضيرات للمونديال. احنا لبعد 5 أشهر فقط من المونديال، دونك يسون توس افيرتي اللي هذه فرصة لكل لاعب، وهذا الرسالة اللي حبيت نوجهها للعباد الكل، اللاعبين الكل، هوني توس كونسيرني باش نكونوا في أفضل حالاتنا. اللي حكيته الكل هذا واقع، لكن ما يعني حتى شيء وما يعطيناش حتى أعذار باش ما نكونوش حاضرين. منتخب التونسي اليوم لازم يشرف ولازم يكون في أفضل حالاته، ونبعثوا برسائل إيجابية لأنفسنا بدرجة أولى ولجماهيرنا اللي احنا إن شاء الله نكونوا في أفضل حالات. وجه وزير الشباب والرياضة كمال دقيش دعوة الرئيس نجم المتلوي محمد ديناري للاستماع ليه غدوة، اجتماع بيناتهم انطلاقا من 10 متاع الصباح في مقر الوزارة في خصوص ما صار في الجولة الأخيرة من مرحلة البلاي أوت. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكافان.net.